أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تحت المسمى الانتخابي. ضيوفي لهذه الليلة ست أحلام محمد العزي الأعرجي عن التحالف العربي في كركوك. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. مبارك. وأيضا الأستاذ مسلم البيضاني عن تحالف سائرون في بغداد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. شكرا. أبدأ معك ست أحلام، تعريف بالسيرة الذاتية لجنابك، اسمك ورقمك الانتخابي في المحافظة، وشيء بسيط عن مراحل تنقلاتك الأكاديمية، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلام محمد خليل العزي العرجي، مشرفة تربوية صباحا، مساء مسؤولة المكتب النسوي للتجمع الجمهوري فرع كركوك، أيضا عضوة في المجلس العربي، دبلوماسية سابقة في إيطاليا على السفارة العراقية في روما لمدة 3 سنوات. طيب، السيرة الذاتية إليك، يعني تنقلاتك الأكاديمية، وين درستي، وين أشرفتي، كلها في كانت في كركوك لو أيضا في محافظات أخرى؟ يعني فترة كنت في بغداد وفترة في كركوك، أكثر الوقت في كركوك. صار لي السنة أكثر من سنة ونص مشرفة تربوية، سابقا كنت مديرة إدارة، نعم، لمدة 11 سنة إدارة. طيب ست أحلام، شنو اللي دفعك للترشيح، خوض هذا المعترك الكبير في الانتخابات؟ الكثير يسأل هذا السؤال. احنا من خلال مكتب النسوي للتجمع الجمهوري فرع كركوك كنت أدعم عوائل، كل يعني تقريبا كل أسبوع عندي فعالية، واحدة فعاليتين، فتنهال علي الاتصالات بالليل والكل يطلب مساعدات، هذا اللي ما عنده إيجار، الآخر معتاز، أوائل متعففة، أيتام. فبالتالي شفت نفسي مسؤولة أمام مجتمع عليه لازم أفعل الأكثر من خلال منصب، عسى ولعلنا نكون قادرين نقدم للمجتمع الأكثر والأفضل. راح أرجع لك بالبرنامج الانتخابي الشخصي، بس خلي اسمع أستاذ مسلم. نبدأ يعني مختصرة عن وضعك، عن رقمك الانتخابي وأيضا التحالف الذي تنتمي له، تفضل. شكرا. أنا المرشح مجلس النواب العراقي مسلم لأبي زبون البيضاني عن تحالف سائرون 156 تسلسل 138. أحمل حاصل على شهادة بكالوريوس إدارة واقتصاد بغداد، وحاصل على بكالوريوس قانون، موظف في أحد دوائر الدولة بدرجة مشاور قانوني. نعم، جيد. هم أيضا نفس السؤال، ربما الكثير يسأل، ما الذي دفعك للدخول في معترك السياسة، في معترك الانتخابات؟ نعم، أنا دخلت على هذا الموضوع طبعا اولا عايش في وسط اجتماعي، انا في منطقه شعبيه في وسط بغداد اللي هي مدينه الصدر. مدينه الصدر هذه المدينه انا يعني عذرا انه اللي فد مكانه في هذا الوسط، كون اني عندك مشاركات وفعاليات اجتماعيه قمت بها في معزل عن وظيفتي، انه انا عندي لجنه، وهذه اللجنة أسستها منذ حوالي 9 سنين أو أكثر، لجنة كافل اليتيم. هذا المشروع مشروع خيري، مشروع إنساني، قدمته لعوائل الشهداء، لعوائل الحشد الشعبي، لعوائل اللي مو بس عوائل الشهداء وحشد الشعبي، بل الشهداء حشد الشعبي هذا في وقت مبكر. نعم نعم، بس هذا المشروع مالتي لا من زمان، إلى فد أثر أنه هناك عندنا عوائل أيتام، عندنا يعني شفت هاي المنطقة بحاجة، تعرف إحنا منطقة شعبية، وهاي المنطقة الشعبية يعني وجود بها نسبة فقر ونسبة هذه، فتبنيت هذه القضية. هذه القضية أنا أحسها مشروع إلهي، مشروع إنساني، مشروع أنه حفاظا على الأيتام، حفاظا على هذه العوائل، لا تطلع عن هذا الطريق، لأنه تعرف العوز والفقر اليوم يدفع كل إنسان الفقر. طيب. تحس أستاذ مسلم أنه أنت ما تقدر تساعد هذه العوائل إلا تكون في مكان أو يسند لك منصب أو تكون في مجلس النواب، لو ممكن أيضا تستمر بهذه المساعدة بدون هذه المناصب؟ لا، هو العفو، الاستمرارية موجودة طبعا. هنا اليوم لما دفعت بنفسي إلى مستوى، أو إلى حتى أكون اليوم أنا عشت من وسط هاي المعاناة، عشت وسط هاي الناس اللي فعلا يعني مثل ما يقول صارت كأن دراية كاملة على الوسط، وعلى الناس الفقرة، وعلى الناس المعوزة، وعلى الناس اللي يعني بحاجة لتقديم
تقديم أكثر فأكثر. فاليوم يجوز أنا أقدر أكون ممثل عن صوت الفقراء في تحت قبة البرلمان. اليوم أنا أحاول أنه أسلط الضوء بتقديم أفضل الخدمة بتشريع قوانين تصف في مصلحة هذه الناس، ممكن مصلحة العراق بصورة عامة، مو بس مصلحة، لأنه أنت اليوم من عشت في هذا الوسط أكيد حسيت بالمعاناة، حسيت بضعف تقديم الخدمة من الجانب الحكومي أو التشريعي. زين. فاليوم أنا يمكن بدوري أقدر من خلال قائمتي أو من خلال التحالف ومن خلال الحزب اللي أنا منتمي له ومن خلال المشروع اللي متبنينا إحنا أو برنامجنا الخاص إنه نقدم أفضل الخدمة لهاي الناس. راح أرجع لك بالبرنامج الانتخابي الشخصي، لكن خلنا نسمع من ست أحلام. بصفتك مشرفة تربوية أكيد الجانب التربوي ماخذ كل حياتك يعني أو أغلبها يعني، فأكيد راح ينصب البرنامج الانتخابي لجنابك على تحسين التربية في والتعليم في العراق. شنو برنامجك الشخصي في هذا المجال تحديدا؟ في هذا المجال الضروري تحسين الوضع المعاشي للمعلمين. رواتبهم صراحة ما تكفي، وأكثرهم يحاولون يعملون ما بعد الدوام، وهذا يثقل على كاهل كهو كشخص، يعني يتعب دوام الصباحي دوام مسائي، بالتالي ما يقدر ثاني يوم ينجز العمل المهني بالصورة الصحيحة. جيد. عليه تحسين الوضع المعاشي وتحسين الرواتب للمعلمين. هذا جانب. نعم. بعد. أما بالنسبة أنا كتخصص رياضة الأطفال ضروري الاهتمام بالطفل. كثير من رياضة الأطفال تعاني الفقر في الوسائل التعليمية والألعاب. الألعاب هي تعتبر وسيلة تعليمية للطفل للإدراك الذهني العقلي النفسي الجسدي، فعليه الاهتمام بالألعاب. يجب أن تكون هذه الألعاب بشكل صحيحة ومدروسة مسبقا قبل أن تجهز للروضة. لكن كثير من نعم اليوم دي يستغل مادة التربية الفنية والرياضة لإعطاء حصص في مواد أخرى مثل الرياضيات واللغة العربية. خطأ كبير في حق الأبناء. عليه الطفل يجب أن يكون جسمه بناء صحيح، جسمه له مرونة قابلية، يكون الصحة العقل الصحي في الجسم السليم. تمام. أو عليه أن يكون الجسم في فترات رياضة، استغلال الفن، استغلال الألعاب اليدوية، كل هاي الأمور تساعد على تنمية الذهنية والأفكار الصحيحة في عقول أبنائنا. طيب بالنسبة للشق الأول اللي تمنيتي اللي هو زيادة رواتب المعلمين، ربما الجواب جاهز إنه الدولة في تقشف والوضع ما يسمح والخزينة مدهور وضعها، هذا شلون ممكن عالجه يعني؟ هل ممكن أن نبني مثلا صندوق لدعم المعلم مثل ما بني صندوق لدعم الشهداء؟ حتى ضمان للمعلم ماكو. كثير من المعلمين يتوجهون للآباء بالضرب على المعلم في كثير من تجاوزات صارت يعني. كثيرة صارت تجاوزات كثيرة. زين. ويضطر مثلا المعلم أو المدرس يدرس دروس خصوصية، هذا أيضا خطأ. زين. والما عندما يتمكن يأخذ دروس خصوصية شلون؟ هذا مو يسبب له بعدين ضعف بالدراسة. اي احنا لازم يكون المدرس اذا وضعه زين، الوضع المادي زين، الوضع المعاشي زين، ما يضطر يدرس دروس خصوصيه، راح ينطي طاقته وجهده كله في الدوام الصباحي. تمام صحيح. اذا ارهق نفسه في المساء ما يقدر يؤدي الاداء الواجب المهني بالصوره الصحيحه. طيب تعتقدين ان كل المعلمين هم فعلا يحملون مستوى عالي من الكفاءه لتاهلهم لتبوأ هكذا مكانه؟ ترجع لأفكار المعلم. وعليه احنا محتاجين كثير من المعلمين يحتاجون الى دورات تدريبية، تنمية بشرية، تهيئة العقول لهكذا. هذا التدريس ليس بالشيء السهل. عليه يجب ان تكون هناك دورات مكثفة وعلى مدار السنة، مثلا المعلم الى قشف الدورتين، دورة تأهيلية ودورة تطويرية ما بعد النصف الثاني. هذا ما ندعو له. أنا راح أحكي بالمناهج أيضا حتى نوافق بين المعلم والمناهج، لكن أريد أسمع من أستاذ مسلم. برنامجك الانتخابي اللي صبيت ثقلك عليه اللي تدفع باتجاهه حتى يكون ناجح في المرحلة المقبلة شنو؟ أستاذ أنا اليوم العفو البرنامج الانتخابي الخاص بي أنا فرد
فالفرد اليوم هسه برنامجي أنا إذا انتميت لهذا التحالف أو لهذه القامة أو للحزب هذا، فاليوم البرنامج برنامجي أنا الخاص هذا ما يوفي، لأنه الفرد ما يقدر يمرر، وإنما إحنا عندنا مشروع جمعي جيد، وهذا المشروع الجمعي يدفع بنا إلى تحقيق ما نطمح إليه. ليش؟ شلون؟ لأنه هذا المشروع اتفق عليه بالإجماع كتحالف المضي بالقدوم لتحقيق ما هو بمشروعنا، هو يعني بعدة نقاط اللي هو الإصلاح والقضاء على الفساد والطائفية، هذه احنا في ضمن مشروعنا بناء دولة مدنية طيب خالية من المحاصصة الطائفية والحزبية والعرقية. زين. اللي عندنا في ضمن مشروعنا انه احنا النهوض بالعراق بواقع العراق لتقديم أفضل الخدمات للمواطن لعيشة في حياة كريمة. نعم. لكن المعروف أستاذ مسلم وأنت يمكن سيد العارفين أنه من يقدم الخدمات هو من يسند له منصب حكومي. أنت الآن إذا كنت في مجلس النواب وكنت في لجنة النزاهة أو اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى، شلون راح تقدر تواكب هذا الخدمات تقدمها؟ انت قلت لي ذكرت لي انه نشرع القوانين الصحيحه اللي تخدم المواطن. نعم. لكن النتيجه اليوم عندنا قوانين شرعت في مجلس النواب والحكومه ما نفذتها. نعم. نعم استاذ. اليوم احنا عندنا نقاط، هذه النقاط نقاط الضعف ونقاط الخلل، انه عده قوانين طرحت في مجلس النواب وبقت معطلة. هذه التعطيل سواء هذا احنا نشوف هذه القوانين اذا عطلت فهي ما راح يعني هذا مجلس النواب اليوم اخفق في تقديم الخدمة. طيب. احنا اليوم نريد ننضج هذه القوانين التي تصب في مصلحة، وليش هاي تتعطل؟ من يتحمل مسؤوليتها النتيجة؟ طبعا يتحمل مسؤوليتها البرلمان. اليوم انت قبة برلمان، انت مشرع مراقب. اليوم انت القانون اللي تشرعه اذا يصب في مصلحة البلد كون انت اسرع ما يمكن انه تصوت. ليش؟ لانه هذا تصويتك انه انت صوتت لاجل تقديم خدمة لشعبك، لان انت اليوم انت مشرع وانت مراقب. القانون ليش عطله؟ ليش اخره؟ هذا القانون اذا هو به خدمه فليش اخره على دوره، اخره على جلسه وجلستين وثلاث جلسات؟ فهو هذا ما دام انت هو هذا القانون، انا احس بهذا قانون بتقديم خدمه، قانون بتفعيل دور بنضج. فما ممكن. واليوم انا اشوف معذره، اليوم لاحظ البرلمان الدورة السابقة. نعم. يعني أشوف أكو هواية قوانين عطلت، أجلت لجلسة ثانية وأجلت لجلسة ثالثة وأجلت لجلسة رابعة، فما الداعي من التأجيل؟ وأنا أذكر لك بعض الأرقام عن القوانين التي أجلت. نعم. 50 قانون مقري قراءة ثانية أجل. نعم. نعم. و90 قانون أو أكثر مقري قراءة أولى أيضا رحل إلى مجلس النواب. هذا راح يجنكم إن شاء الله من بعد ما تفوزون بالانتخابات. خلي أرجع لي 6 أحلام. المناهج التربوية اليوم وزارة التربية غيرت الكثير من المناهج، لكن البعض بدأ يشكل على قضية المناهج، ربما يقول أنه فيها مواد صعبة لا تتوائم مع عقلية الطالب ولا تتوائم مع عقلية المعلم اللي بعد ما متدرب على مثل هكذا مناهج. بصفتك تربوية ومشرف تربوية، ايش تحسين هذا الموضوع؟ كلام صحيح لو يعني اختصاص رياضة أطفال أولا، لكن بشكل عام بس كنحكي بشكل عام الطلاب يعانون بصراحة. والمشكلة الرئيسية لأن التدريس مو صحيح. من يتغير المنهج المفروض المعلمين يدخلون دورات تدريبية أولا تأهيلية ثم تطويرية حتى يتدربون على هذا المنهج اللي تغير. بس إذا الأساس المعلم ما عنده فكرة على هذا المنهج اللي تغير، كيف راح يقدر يدرس؟ بالتالي راح يصير قصور بالتدريس. زين. وهذا يصير ما راح توصل المادة التعليمية والتدريسية لأذهان الطلبة ويأثر على مستوى الدراسي هو للجميع. بالعادة نعم. المنهج لازم يدرس، يعني قصدي أنه لازم توصل المادة 100% لو تتحمل نسب معينة مثلا 90% 85%. هذا يرجع على مستوى التدريس اللي بالطريقة اللي يدرسها الأستاذ، هل يستخدم وسائل تعليمية، مدى كفاءته، مدى
طريقة التدريس أساسا بها وسائل تعليمية، بها وسائل علمية، بها طريقة الاستجواب، يعني كيف يدرس وكيف متى تكون الأسئلة، متى تكون الأجوبة، متى تكون كلها تفاعل، مدى على مدى التدريس يكون على مدى التفاعل المعلم مع الطالب. بالتأكيد إذا أكو تفاعل صحيح معناته الطريق المادة العلمية وصلت إلى أذهان الطالب. أما إذا ما وصلت المادة التعليمية يكون تفاعل هناك باهت كلش. طيب. وما إلا أثر، بالتالي أثر على المستوى الدراسي والعلمي والفكري والذهني على الطلاب بصورة عامة. شنو الشكاوى اللي توصلت في هذا الشأن؟ يعني عندي أشوف تدريس مو صحيح بصراحة، مو الكل، ما نعمم أبدا، أكو هناك ناس معلمين عندهم ضمير ويوصلون المادة العلمية بصورة صحيحة ويتعبون ويتمنون الطالب يكون إنتاج، يعني إنتاجنا للطلبة صحيح. ولكن أكو لا والله قصور من ناحية المعلمين أو كانوا مدرسين. طيب. يلتجئ إلى الدروس الخصوصية، بالتالي راح ينطي طاقته كل الدروس الخصوصية، ويمكن سبب العوز، يمكن سبب الحاجة، يمكن ما يكفي الراتب. زين، هسا احنا ربما تحدثنا كثيرا عن الخلل وشخصنا نقاط الخلل. أكيد في برنامجك الانتخابي أنت حاطة معالجات لهذه الإخفاقات، شو راح تعالجيها؟ نريد أن نعالج العوز اللي بالعراق والحاجة الماسة للكل. نتمنى كل شعب العراقي، كل شخص بالغ عنده راتب. لطالما احنا بلد نفطي ونملك الثروة الحقيقية الكبيرة وعايشين على بحر من النفط، وناس كثيرة معتم رواتب، نحب ونجاهد إذا وصلنا في قبة البرلمان إلى تخصيص هالسنتات من كل برميل. شكد يعني؟ السنت الكسور، يعني البرميل النفط بكذا دولار مع كذا سنت، احنا نريد نخصص هذه السنتات للمجتمع العراقي، للشعب العراقي كافة. وأكو تقارير حتى اللي عنده راتب، احنا بالقانون العراقي ما يسمح أكثر من راتب عليه، احنا راح نطالب للشخص اللي ما عنده راتب، لكل بالغ عراقي مسن شاب كذا ما عنده راتب، احنا نتمنى يكون عنده راتب من هذه السنتات من كل برميل. هذه فيها دراسه تقدرون تطبقوها؟ دراسه علميه بحته موجوده وتكفي لكل شعب عراقي، لكل شخص عراقي راتب ما بين 700 الى 800 دولار بالشهر. بالشهر يعيش عيشه كريمه، ما راح يبقى ارهاب، ما راح يبقى عوز، ما راح يبقى فقر. ما هذه الامور كلها ليش صار الارهاب؟ بسبب العوز، بسبب الفقر، بسبب هشاشة الأرض في العراق. نعم. طيب أستاذ مسلم، إذا أكو هيك إمكانية لتطبيق هكذا قانون، أنت راح تدعم هكذا توجهات؟ 100%. وتحس إنه الميزانية تكفي لمنح مثل هكذا رواتب؟ أستاذ إحنا عندنا الحمد لله والشكر إنه العراق بلد الخيرات. عندنا النفط، عندنا الزراعة، عندنا الصناعة، عندنا التجارة، عندنا خيرات. العراق خيراته احنا صراحة محسودين من البلدان. جيد. احنا لكثرة خيراتنا وكثرة وافراتنا وهذا، بس مع الأسف ما استغلت بالصورة الصحيحة. طيب. نعم. فاحنا كل احنا نطمح انه هذا مثل ما تفضلت الست، انه هذا الجزء البسيط بالنسبة للمواطن العراقي. هذه النسبة، نسبة النفط، هذا حق مكتسب لكل مواطن عراقي، وإن حتى وإن عنده راتب، وإن هو يشغل في الدولة وظيفة، هذا حق يتوزع بالتساوي، لا عرقي لا طائفي لا هذا لا هذا. اليوم العراق بالكامل كون يستلم حق حان حال كل البلدان المجاورة. أستاذ مسلم، أنت تعيش في بيئة فقيرة وأنت تنبع من هذه البيئة وتدافع عنها دائما. أكيد هذا الراتب إذا ما خصص فعلا لهذه المناطق راح يغير من الحال. لكن إذا هناك مثل هكذا إمكانية، لماذا لا توزع الآن؟ وين تروح الأموال؟ مو هو احنا حكينا، العفو استاذ بريس، احنا تطرقنا قبل شوي، قلنا اكو قوانين طالبت بها يعني في مجلس النواب، طالبوا باقرار 25% على ما اعتقد انه التيار الصدري، كتلة الاحرار طالبوا بان يتخصص كل مواطن حصة من النفط، فهذا اللي ما شرع ولا صوت عليه. ليش؟ ما اعرف، لانه هذا بيه ما اعرف، لانه يجوز يضر فئه معينه او جزء معين. فهذا بالعكس، هذا فد مطلب
وهذا المطلب انه مطلب انا اشوفه مطلب استحقاق وواقع العراقي. كل مواطن، ليش احنا البلدان المجاوره ليش كل والدليل انه اقرب شيء ان الدول الجوار دول الخليج، الكويت الكويت الخليج، ليش كل واحد ماخذ حصته وانسان عايش براحته وانسان ماخذ حقه وعنده رصيد، واليوم الحد ما يكبر الحد ما يخلص وظيفته، والطفل اول ما يولد له حصه وهذا الحصه توضع رصيد له رصيد في احد البنوك، اما يعني تامين الحياه بصوره كامله، هذا ابن البلد فهي حق من حقوقه، مو يعني مو فشي انه مثل ما نقول يعني كدوله انه فضل على هذا ابن البلد، لا هذا حقه، حقه الدستوري. انت في يعني موظف في واحده من دوائر الدوله. نعم. في العراق، لكن الدوله بالنتيجه او الحكومه تتذرع ان الميزانيه التشغيليه هي ميزانية كبيرة ولا تستطيع أن توفي بها إذا ما تم الذهاب إلى مثل هكذا مشاريع، ما رأيك؟ أستاذ إحنا بالعكس، إحنا كانت مبالغنا وفلوسنا والرصيد كدولة عراقية ميزانية انفجارية، صح؟ كانت هاي الأموال انخفضت أسعار النفط بس عندنا إحنا عندنا رصيد، لو كانت هذه الأموال هاي الأموال فعلا انصرفت بالصورة الصحيحة، خرجت بصورة صحيحة تهدف إلى بناء دولة عراقية، إلى بناء العراق مر بعدة حروب، عدة يعني كوارث أو خلي شلون نعتبرها حالات طارئة، لو هاي فعلا استغلت بالطريقة الصحيحة ما كان نبقى العراق حتى وإن مر بهاي الظروف إنه باقي محافظ على رصيده، محافظ على الخزينة، بس هذه الأموال صرفت بطريقة غير صحيحة، هذه الأموال راحت بأيدي الفاسدين. زي. راحت بأيدي المافيات الفساد. راح أنا وياك نركز على قضية ذهاب الأموال إلى أيدي الفاسدين وشلون نقدر نرجعها، لكن أريد أسمع من ست أحلام، الوضع في كركوك وضع يعني يختلف عن كل المحافظات. نعم. بالتأكيد وبعد. نعم. التغييرات اللي حصلت في كركوك وفي هذه الفترة ربما الخمس ست شهور الماضية. نعم. ولدت انطباعات جديدة داخل المحافظة من خلال تثقيفكم وتجوالكم في المحافظة وتحرككم على جمهوركم. نعم. جدت المسؤول من المواطن الكركوكي اليوم شلون وضعه هناك؟ هو أكو قلق بعض الشيء، ولكن احنا نريد نطمن الشارع الكركوكي، نقول علينا مشاركة كل الجهات السياسية في العملية الانتخابية. احنا نريد الكل يشارك، الكرد، العرب، التركمان. اذا اي جهة اختلفت عن المشاركة فاذا العملية الانتخابية مو صحيحة. احنا ما نريد الكرد ما يشارك او الترك، لا نريد الكل تشارك حتى تكون عملية ناجحة. بالتالي نعطي حقوق لكل القوميات وكل المكونات، وهذا واجب علينا احترام الجميع. كركوك لا تكمن جماليتها الا بوجود كل هذه المكونات مع بعضها. اما الجمهور ان من ينتخب فهذا حرية بحتة للجمهور نفسه، لأن الجمهور الفرد هو محور العملية السياسية وليس المرشحين. وأن يكونون كثر وعادات كبيرة فقط صحيح يصير بها تشتيت أصوات، ولكن أنا أريد أطمئن الجمهور وأقول له أنت محور العملية السياسية ولسنا نحن. عليك أنت أن تختار من هو كفؤ، من هو جدير غدا يدافع عنك وعن متطلباتك في القبة البرلمانية. المقعد البرلماني ليس بالسهل، ولكن لا نمنح من ليس لهم كفاءة علمية فكرية، يحتاج منه شجاعة، يحتاج منه جسارة ليقف في قبة البرلمان يدافع عن كثر من هذا الجمهور اللي صوتوا لك، لازم تدافع عنهم كلهم. زي. وتدافع عن كل أهل كركوك ولو ربما عن العراق كله. تنفين ست أحلام وجود إقطاعيات في كركوك تميل للانتماءات العرقية والطائفية؟ أكو موجودة، وهذا مع الأسف. هذا أنا دائما في كل شرح تذوبوها والله من خلال دائما الشروحات اللي نقدمها، دائما على الجمهور أن يكون على دراية تامة، هل هذا الشخص بكرة يقدر يدافع عنك وعن أنت راح تخسر إذا أنت اختاريت الشخص اللي ما يفيدك غدا، ما يوقف يدافع عنك، أنت الجمهور يخسر. زين. هذا يدفعني، الشعب يخسر. هذا يدفعني إلى سؤال آخر، هو ما هو دور النواب السابقين في المحافظة؟ شنو كان دورهم؟ وفعلا هم فشلوا في إدارة الملف داخل المحافظة؟ ما
ما اريد احكي على احد والله انا ما احب بس اي طرف لا بس بالنتيجه انت دعاء كبير انا من هسه ادافع عن نفسي واقول انا برنامجي حافل بالعمل السياسي الفكري اللي يخدم المجتمع على الجمهور اذا اختارني بكره انا اكون على قدر من الشجاعة على قدر من الجسارة لكي أقدم برنامجي ولو طالبت بموضوع السنتات 100 مرة لن أتهاون إلى أن أترك بصمة أحلام على هذا هذا الموضوع بالذات عندي بعد 4 نقاط كلش قوية وتفيد المجتمع العراقي حضري كله حضري لهاي الأربع نقاط خلي أروح للأستاذ مسلم تدعو الست أحلام إلى الشجاعة والجسارة في مواجهة القوانين أو مواجهة التيارات التي نعم. تمنع من تنفيذ هذه القوانين نعم. أنتوا دعاة تغيير أستاذ مسلم نعم. تعتقد أنه البرنامج اللي تحملوه راح يقدر يكسح كل هاي الوجوه الكالحة ويقدم شيء جديد للمجتمع؟ إن شاء الله كل الأمل بهذا المشروع إن شاء الله مشروعنا سائر وإن شاء الله مشروعنا قادم والدليل هذا إن شاء الله سنكون عند حسن ظن كل من انطانا صوته لان احنا اليوم هذا الصوت هو امانه نعم. اليوم اكو ثقه اكو انزاحت الثقه بين المواطن وبين مجلس النواب هذه الثقه انزاحت ليش يعني وانعدمت الثقه اليوم من خلال ندواتنا من خلال جلساتنا من خلال هذا وتحاورنا مع الجمهور اليوم اول ما في اي جلسه اقعد بها اتساءل استاذ انت بلا زحمه عليك انت راح احنا مول قبلك والقبلك والقبلك ما قدم لنا شيء فانت شلون تريد اليوم نثق بيك وهذا لما اشرح لهم البرنامج مالتنا او المشروع الاصلاحي لما نقول لهم احنا اليوم مشروعنا انبثق منين من وسط الاحتجاجات الشعبيه اليوم احنا مشروعنا كل الكفاءه كل ما يطلب العراقي الحقيقي الوطني انه يريد شخص اكاديمي شخص دكتوراه لا حزبيه ولا طائفيه ولا محاصصات اليوم احنا اذا فعلا اريد نزرع الثقه في قلب المواطن ونخليه ترجع الثقه الحقيقيه اليوم كون نخلي عده معالجات اليوم مشروعنا مشروع سائرون ان شاء الله هو مشروع فعلا حدد ووضع النقاط على الحروف بأنه أولاً النهوض بالواقع العراقي النهوض أولاً ثورة إصلاحية تشريعية تقوم على دعم القضاء سلطة القضاء دعم سلطة التشريع دعم السلطة التنفيذية جيد. إضافة إلى هذا احنا هم نفس الوقت انا اليوم اخاطب جمهوري واخاطب الناس اللي اقعد وياهم اقول لهم انت تريد ثقه وتريد خدمات اليوم ادعمني اني لان انا الممثل مالتك انت اليوم من اعطيتنا صوتك تريد من عندي خدمات جي. تريد من عندي تقديم خدمات نعم. نعم فاليوم انت اللي تقويني بوجودك انت بظهري انه انت داعم لي ومقومني وهذا المشروع مشروعي انا اريد انفذه واريد فعلا اخليه واقع حال فعلا انه مثل ما يقول أنفذ كمشروع أو كقانون يطبق عندما أصوت عليه لا ما أجل لا اليوم ولا باكر ولا هذا لأن اليوم جيت من 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 تراكمات وجود تراكمات نعم هاي التراكمات أثرت سلبيا على كل العراق فاليوم أنا أريد أعالج هاي طيب نعم. قبل أن نكمل حديثنا أستاذ مسلم وأيضا ست أحلام دعوني أخذ فاصل أحبتي المشاهدين فاصل ونواصل تفضلوا بالبقاء معنا لكل رسم حكاية وللثمانين أسرارها مواقف وعبر وللتاريخ لسان حسن العلوي يغوص في الماضي القريب وللعمر محطات له رأي ونظر فاجعل من الإصغاء فنا لأن الماضي لن يعود
أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين. ست أحلام، تحدثتي لي عن نقاط ضامتهن، ما أعرف وين يعني أريد نحكي بيهن في حقيبتي السياسية. باستفاضة وشنو إمكانية تنفيذهن؟ ما هي المشكلة اليوم أنا أطرح مشروع انتخابي لكن شلون أنفذه، يعني الطريقة للتنفيذ. الله يسهل إن شاء الله. الموضوع الثاني هو متابعة السجناء السياسيين البالغ عددهم بين والمعتقلين في كركوك البالغ عددهم بين 5,000 إلى 7,000 معتقل وسجين، أين أصبحت ملفاتهم؟ هذه تحتاج متخصصين قانونيين يتابعون هذه الملفات. هذا موضوع جدا مهم لأن كثير من العوائل تعاني وما تعرف أبنائهم وين صارت. أما الموضوع الثالث هو تفعيل القطاع الخاص من خلال استثمار الشركات الأهلية والمعامل الأهلية بأسباب بسيطة. ممكن نرجع استثمار هذه الشركات والمعامل الأهلية لتوفير أكبر فرص عدد لأبنائنا، ليست الخريجين فقط بل الجميع ممكن، لأن احنا بالمعمل والشركة نحتاج العامل، نحتاج المهني، نحتاج المهندس، نحتاج كل الكوادر نحتاجها. بالتالي ليس بالضرورة إلا يكون خريج، حتى اللي عندهم شهادة السادس مثلا ابتدائي بإمكان يكون خدمي، بإمكان يكون عامل بسيط في هذه الشيء. أما كيف نرجع تفعيل هذه القطاع الخاص بتخفيض المستوى الضريبي على كاهل هذه الشركات مع الضمان الاجتماعي، أيضا دخل الضمان الاجتماعي للعاملين في هذه الشركات، بذلك وفرنا أكبر فرص عدد لأبنائنا. أنا أريد بس بهذه النقطة، الضرائب اليوم الحكومة أيضا فرضت ضرائب جديدة عالية لهذا الشركات القطاع الخاص، توقفت عن العمل. تقول لمن أعمل؟ صاحب الشركة يقول لمن أعمل؟ أعمل للدولة فقط؟ زين أتعابه الموظفين الوارد، بس كل دول بس العالم. احنا اذا خفضنا المستوى الضريبي الحكومه كذلك لا تخسر والشعب توفرت. قضينا على الموضوع البطاله في العراق. ست احلام، انت عندك تجربه في ايطاليا، كل دول العالم الاوروبي وايضا حتى امريكا اليوم خلينا ناخذها على سبيل المثال فيها ضرائب عاليه تصل الى النصف في بعض الاحيان لكن من الارباح. إذا شلون يعني احنا اذا خفضنا مستوى الضريبي شنو اللي راح ياثر على الدوله؟ بالعكس ميزانيه الدوله تحتاج الى دعم وتعظيم موارد. ما يخالف، بس احنا كذلك لازم نفكر بمصلحه المجتمع. المجتمع فوق كل شيء اخي الكريم. يعني بس الدوله زين، والمجتمع والبطاله والتفاقمات اللي صارت، العطاله، يعني هذا البطاله اللي صارت بالعراق، ما ممكن الوظائف الدوله تغطي كل هذه، مستحيل، ما تقدر توفر. ليش؟ الوضع الحالي صعب، كذلك سنة 2019 كذلك 2020 ما تقدر توفر كل هاي الوظائف لأن تفاقمت درجات الوظيفية، أصبحت صعبة للمجتمع. حتى لو توفرت بمستوى ضئيل أو قليل، تكاد تكون معدومة في بعض الشيء. وهذه جيوش الخريجين شو راح نعمل؟ هي هو هذا بتفعيل القطاع الخاص. زين. مع الضمان الاجتماعي. تفعيل القطاع الخاص ما يحتاج قانون. أكيد كل شيء له متخصصين. زين. نوفر متخصصين قانونيين لهم دراية كاملة بها، لكن إحنا نرفعها كموضوع بالبرلمان. إحنا ندافع عن هذا الموضوع ونريد نفعل القطاع الخاص. نعم. زين، تحسين اليوم القطاع الخاص في على الأقل خلنا نأخذ في محافظة كركوك. نعم. تحسين بنشاط في هذا المحافظة؟ معدومة، تكاد تكون معدومة. ليس لها أثر على المجتمع الكركوكي. لو توفر هذا القطاع لكانت البطالة أصبحت نسبتها كلش قليلة. طيب أستاذ مسلم، من خلال تجوالك في ناخبيك في المناطق اللي أنت تثقف بها، أكيد اصطدمت بمجموعة من المطالب أو سقف حد أدنى للمطالب بالنسبة للمواطنين. لاحظ المطالب اليوم مطالب بسيطة، هي مي، كهرباء، تبليط، إلى آخره. هذا شنو سببه؟ سببه أنه الحكومات السابقة أخفقت في توفير هذه الموارد وبالنتيجة نزل سقف المطالب بالنسبة للمواطن. تعتقد هذا الشيء صحيح لو خطأ؟ والله هو هذا عين الصواب أستاذ. ليش؟ لأنه إحنا اليوم المواطن، كل إحنا هسا أنت وآني، كل إحنا والست الموجودة، كل إحنا محتاجين هاي الخدمات. طيب. هذه الخدمات، هذا يعني بالنسبة للصحة، بالنسبة للتربية، بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للماء، هو هذا سر الحياة. زين. هذا سر الوجود، إنه الإنسان اليوم
اليوم لازم يتوفر للماء، لازم يتوفر للكهرباء، لازم يتوفر للمتطلبات الحياة. هاي الخدمات هاي أبسط حقوق، أبسط الحقوق يطالب بها. يعني أنا في ندواتي أول ما ينطرح عليه هذه الخدمات، البنى التحتية يعني أستاذ، بنى تحتية صفر. يعني هسه لو نرجع هسه أبسط الأمور، إنه المستشفيات. أنا في وسط، يعني في مدينة شعبية، مدينة يعني تعداد نسبة السكان عالية، مستشفيات عندنا مستشفيات اثنين فقط، وهذه المستشفيات قديمة كلش، من أربعة جيد زين. هذا اليوم شلون تقدر تقدم خدمة؟ النفوس تزداد، ولا أصبحت اليوم المدينة البيت يتقسم اثنين وثلاثة، كثرة سكان، منطقة يعني مساحة محدودة وسكانها كثير. بالمقابل تريد خدمات، تريد توفير في مجال الصحة. اليوم المستشفيات، شوف أنا أشوف يعني حسب نظريتي، يعني وأنا اللي أنا عايش في هذا الوسط، هاي الناس عندنا طبقة فقيرة، صار الباص 3000 دينار. اليوم 3000 دينار تدخل بداية، تدفع هاي الثلاثة، بعدين تروح على الأشعة بكذا مبلغ، تروح على المختبر بكذا مبلغ، تروح على، صارت كلها مبالغ. اليوم احنا كان المواطن تتقاطع ويا مجانية تتقاطع طبعا فعلا. أنا هذا واحد من الأدوار المهمة ومن الأشياء المهمة في تشريحها في قانون، تشريحها ووجود لها قانون يشرع في مجلس النواب. احنا اليوم أثقلنا على كاهل المواطن، صح؟ إحنا الخزينة، نقول إحنا خزينة العراق وموازنة العراق، بدل العراق إنه يستنزف ما عنده هذا، بس اليوم إحنا عندنا مواطن، عندنا هذا المواطن إلى حق علينا. المواطن اليوم يدفع 3000 للباص ويدفع كذا ويطلع ب 15 أو 20 ألف دافع، هو طالع بدون علاج. يعني قالوا له العلاج ما موجود، ما موجود العلاج، تلقاه تروح تشتري من برا. زين هذا ابن المدينه وابن هاي الطبقه الفقيره، ابن هاي الطبقه اللي عانت معاناه، ابن هاي المدينه اللي هي فعلا المضحيه في كل الادوار. دائما اولاده هم يكونون الشخص رقم واحد اللي يضحي من اجل البلد. وتعال شوف هاي المدينه ايش قد بيها تضحيات، ايش قد بيها عوائل شهداء، ايش قد بيها ايتام، ايش قد بيها ارامل، ايش قد بيها في سبب من كل تقديم هذا لاجل الوطن. لو ترجع تقديم الخدمه بالمقابل لهم ضعيفه، وانا اعتبرها دون المستوى، تحت الصفر. هاي المكان ما انا اكافى هاي المدينه المضحيه، كون اقدم لها افضل الخدمات، اقدم لها هسه مو افضل الخدمات، ولو نص، ولو اساويها مع بعض المناطق. زين، هذه تعانون من قضية العزوف عن الانتخابات في هذه المناطق؟ نعم، أنا أكيد خاصة هي هاي المدينة. ليش تعزف عن الانتخابات؟ لأنه جربت الدورة الأولى والثانية والثالثة، مع احترام للناس الطيبين اللي قدموا واللي حاولوا يقدموا في مجلس النواب أو في مجلس المحافظة، بس هاي ما يعني على مستوى تقديم الخدمة. أنا ما بالنسبة لي كتقييم جزء، أنا أقول لك كمستوى 10% أو 5% اللي تقدم لها، مع العلم هي هاي المدينة هي المضحية، هي اللي قدمت ما قدمت، هي اللي سباقة في كل شيء بالنسبة لي على مستوى الدولة وعلى صعيد الدولة، وحاربت داعش، وهي أول الناس اللي، ولحد هاللحظة هاي أولاد المدينة هم اللازمين جبهات القتال ضد داعش. طيب ست أحلام، قضية النساء في محافظة كركوك لها معاناة أيضا. نعم. مثل ما كل البلاد فيها معاناة النساء، أنت شنو ممكن تقدمين للمرأة في المرحلة المقبلة؟ أنا عندي برامج أقدر أقولها صغيرة ولكن تنفع المجتمع بمستوى كبير، هي صغيرة ولكن لها أثر كبير على المجتمع. برامج تطويرية تنفع الأسرة، المرأة، الطفل، الأسرة نواة المجتمع. إن أصلحنا الأسرة أصلحنا مجتمع برمته. عليه ضروري تكون هناك مراكز تأهيلية، تدريبية، تطويرية، تنمية بشرية، يعني عبارة عن محاضرات تنمية بشرية ندعم بها أصوليات نظام داخل الأسرة. أنا قدمت عدة برامج عن طريق إذاعة الرشيد، برامج كلها تخص المرأة، النظام داخل الأسرة،
عن فترة الطفولة، عن فترة المراهقة، كلها تنفع الأسرة. بالتالي لازم فتح هكذا مراكز، وإن كانت صغيرة ولكن تصبح كبيرة في المستقبل. طيب. وإن كان حضورها بسيط بالبداية سيصبح حضورها أكثر مع الوقت، عندما تجد المرأة هناك من يدعمها، هناك من يهتم بها، هناك من يحاول تنميتها، فلا بد تبدي تتراجع هكذا مراكز. طيب أنت تعتقدين المرأة ماخذة دورها بالعملية السياسية بدون تحيز؟ أنا بالنسبة لي ما قصرت وأثبتت حضوري، وإن شاء الله نثبت الأكثر من خلال وجود إذا فزنا بمقعد البرلماني، ولكن ليست كل مرأة لها هذه القابليات، لأنه عليها أن تسعى وتجاهد لتصل إلى هذه المرحلة. إيش قد تعولين على المرأة أنه تكون لها دور في إخراج نائبات من محافظة كركوك قادرات على تولي هكذا مناصب؟ والله لها دور كبير وليس بالحياز، ولكن المرأة أتها قابليات غير محدودة ولها صبر غير محدود. لا أفضل نفسي هسه بديت تغازلين لا أفضل نفسي على الرجال، ولكن يعني عن نفسي أقول عندي قابليات لا تحصى ولا تعد. طيب راح نرجع لهذه القابليات. أستاذ مسلم، من دا تروح على الناس اللي دا تثقف عليهم، نعم. أكل يوم صبغة دا تنتشر وكلام دا ينحكي بالشارع، نعم. أنه الاعتماد على الثقل العشائري، اليوم أستاذ مسلم بيضاني ممكن عشيرته يدعموه، ممكن ناس اللي هو يعايش بنصهم يدعموه، هذا تعتقده بعده موجود لو تلاشى بهذه المسميات الجديدة؟ والله الساد هو موجود حقيقة، حتى ولو خلينا نقول الجزء سوى ظاهرة إيجابية مو شر سلبية، نعم نعم لا موجود هو حقيقة موجود. اليوم أنت عشيرتك إذا دعمتك أكيد أنه تعرف أنت هذا ابنها شنو، أنت شنو شئتك، شنو عائلتك، أنت فعلا إلك فد وجود بالمجتمع. هو هذا التوجه. أنا حقيقة حتى من قعدت ويا عشيرتي ويا عمامي ويا أولاد عمي ويا هذا أكيد قلت لهم أنتم تعرفوني، فاليوم أنا إذا ما بي تقديم خدمة، إذا ما بي تحسون لي مثلا قوة أو دافع بالتمثيل، فشوفوا شوف طبعا عشيرة، وأكيد العشيرة أو قبيلة، إحنا قبيلة أبو محمد وعشيرة بيضان، فصار للاجتماع، صار الاجتماع أنه اختيار لازم هاي القبيلة تجتمع على أنه تختار منه الأكفأ، منه الإنسان الفعلا حقيقي راح يبيض وجه عمامة قولتنا، ويبيض قبيلة، يبيض وجه قبيلته، أنه الاختيار يكون الأصلح، ومنه الإنسان الحقيقي أنه عنده دافع وطني أنه يعمل لمصلحة العراق، مو مصلحة قبيلته ولا مصلحة عشيرته. جيد. اليوم هو هذا الدافع. أنا أحكي لهم أقول لهم اليوم إذا مسلم يمثل فعلا يمثل العراق وعنده الكفاءة وعنده القدرة على التقديم، فبعت هذا الاختيار لكم، وإن لو هذا ما بي هاي الطاقة وما بي هذا الدافع فالأفضل أنه تختارون غيري. أما بالنسبة للجمهور، بالنسبة للجمهور أنا في ندواتي طبعا أحب يكون الناس تسمع هذا الشيء، أنه يعني التقيت بعدة مناطق، وهذه المناطق تكون خلف يعني بنهاية المدينة، وهاي الناس بالمنقطعة حسنت المنقطعة، وهاي الناس هم ناسنا وأهلنا وعشائرنا، ونتشرف بهم على هذه الفقر، على هذه المسميات، على هذا المستوى المستوى المعيشي، بس يحملون الصفات الصفات الطيبة، الأخلاق، ما خرجوا عن الطريق. هذا الفقر أستاذ دريس يدفع على كل باقين، محافظين على أولادهم، محافظين على كياناتهم، محافظين على غيرتهم وعلى دينهم، بس لهم مطالب، يطالبوني في مطالب. أولا يعني أنا يمكن يعني أول بارحة في منطقة الحميدية وفي منطقة المعامل، في منطقة الرشاد، تعرف ذني المناطق ذني حديثا صارت الناس، طبعا المدينة بدأت تتوسع وبدأ ناسها سكانها يكبر، فطبعا أخذت هاي المساحات، هاي المساحات اللي هي زراعية ولا، فالناس هنا عايشة في مأساة حقيقة، مأساة لأنه لا مجاري، لا ماء، لا كهرباء، مستوى ضعيف. صور يعني أول ما قعدت أول مطلب بعدني ما فاتح الموضوع، بعد ما حاكي الناس من حقها. أنا يعني أكون أنا لو اليوم إنسان ممثل حقيقي ونازل لهذا المستوى وفعلا أريد أمثل هاي الطبقة، كون مو أدفع عليهم، كون أتحمل كل سؤال أسئل عليه،
وبكون اجاوب كل الاجابه اللي ليش، لان نابعه من 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 معاناه. اليوم اول ما يطالبوني استاذ مجاري، ما عندنا مجاري مي. استاذ مي ما عندنا، مينا مينا مج مينا مالح، مينا بكتيريا، او لا اطفالنا كلها يعني يعني روح بالفحص لو تيفو، لو هذه الامراض التهاب بالامعاء، لو هذا من وين، لو عنده يا ستار يا ربي فد امراض عاهات، امراض خبيثه، امراض حتى بالولادات عندهم يعني هذا. طيب. من سبب من يا استاذ؟ طيب هذا السبب. خلي ارجع الست احلام، تحدثتي عن طاقات، ما اعرف هاي الطاقات المكمونه داخلك ما شلون والله يعني هي الحمد لله اكو حضور مع الجميع، مع كل طبقات المجتمع. مثلا نحضر مع الطفل في رياض الاطفال او حتى اطفال الشوارع، انا عندي كثير معاهم من العون مساعدات، التقيت كثير من اطفال التقاطعات، وهذا يشهد من خلال منشوراتي على الفيسبوك. كنا ودائما نسعى ان نكون قدوه للاخرين، نعمل لمساعده الجميع. زين هذول اطفال الشوارع والتقاطعات مو ذنبهم يا اخي، وان كانوا تحت ضغوط اصابات، البعض يكون هم تحت مو ذنبه، هذا الطفل وين ما كان هو يكون. نعم الظروف فرضت عليه ان يكون. بالتالي اذا طفل نبت في اسره قادره لتهيئته الى المجتمع تهيئه صحيحه، اذا هو يصبح مهندس، يصبح معلم، يصبح. وان نبت في عائله تعبانه تعاني من الفقر، تعاني من العوز، الطفل حتى لو كان على مستوى كافي من الذكاء، ولكن ما أهله ما كان بإمكانهم يوصلوا، فما رح يصير. زين بالتالي رح يصير هو على نفسه أو على المجتمع. وشلون المعالجات هاي لها؟ هذه معالجات، احنا من معالجات لازم نعالج الفقر في العراق بشكل عام. نرجع على السنتات نرجع على السنتات لكل برميل لكل برميل نفط. تمام وهذا يرضي المجتمع برمته. زين رح ارجع لك عندي شيء يضيفين؟ طبعا انا عندي برنامج هسه راح ارجع لك استاذ مسلم. عندي برنامج التطوير الجانب الزراعي، الجانب الزراعي في العراق ليس بالمستوى اللائق بالعراق. الزراعه تضاهي النفط، ولكن الجانب ما مهتمين به. هسه عندنا معاناه في هالكركوك، التسويق من سنه 2014 ولحد هسه ما مستلمين مستحقات. وهاي رساله اريد اوصلها للحكومه العراقيه، شنو ذنبهم يتحملون كل هاي السنوات وهم 2018 ما مستلمين مستحقاتهم؟ زين هذه يعانوها الفلاحين، هذا بالتالي ما يقدر يزرع مره ثانيه حتى، وشنو الامل راح يعطونا مقابل المنتوج اللي سوى قبل. طيب نعم راح ارجع لك بكلمه اخيره، لكن نعم. خلينا نسمع مداخله الاستاذ مسلم وايضا كلمه اخيره توجهها. نعم استاذ، بالنسبه للست دائما تحدى الحلو نضجت فكره انه الطفل هاي مستوى الرياضي. بالمناسبه ذكرتنا على موضوع، كنت قاعد ويا صارت جلسه ندوه فريق رياضي، هم ذول الرياضيين تعرف طلباتهم يعني بسيطه جدا بسيطه. ملعب اليوم اليوم استاذ احنا في مدينه الصدر اصبحت القطاعات مالتنا عباره عن مدارس. مدارس ماكو متنفس. والشغله الثانيه اللي موجوده انطوا الساحات للمستثمرين. طيب. فاليوم هذا اللاعب او الرياضي اللي كل احنا اللي تعرف المدينه مدينه النجوم، يعني عذرا انه هو هسه تقولون انت دائما تحكي في مدينتك مكانك، لان يعني انا مكاني انا يعني نابع من هذا المكان ومتربي في هذا وانولدت في هذا المكان. طرحوا علي قالوا استاذ احنا اليوم احنا كل احنا عاطلين عن العمل، بس احنا رياضيين ما لاقين ساحة مجانية، اليوم نجمع بيناتنا على ألف ألف وإحنا أصلاً ما عندنا عمل، أصلاً ما عندنا وظيفة، نثقل حتى على عوائلنا، بس أنا رياضة أنا عندي طاقة، وين أوظف هاي الطاقة؟ أنا بالعكس حتى المدربين مالتهم شكرتهم، قلت لهم جزاكم الله ألف خير على هذا الموضوع، أنه اليوم هاي الشباب جمعتوهم ما خليتهم ينحرفون على غير مستوى أو يطلعون على أن يطلعون الجريمة والأمور، أنت جبت اليوم للرياضة، فاليوم طالبوني بساحات. ساحات من حقهم، يقول انا ما عندي يوميه ادفع اريد العب. نعم. طيب انا ولو اسف على المقاطعه بس الوقت ادركنا، اريد اسمع منك كلمه اخيره توجهها للناخب. يعني اليوم انا اوجه الكلمه انه يذهب الى صندوق الاقتراع، لانه اليوم صوته انا صوت الناخب اليوم اعتبره حكم الاعدام على الفاسد. صوته يحكم بحكم الاعدام على الفاسد،
وإذا ما راح صوت فأنا أعتبره عفو عام أطلق للملك. طيب فاصل. ست أحلام كلمة أخيرة توجهيها للناخبين. كلمة أخيرة أقول للمصوت أو الناخب، أنت محور العملية السياسية، أنت بإمكانك أن تغير سياسة البلد، وأنت بإمكانك أن تكون عنصر فعال في هذا التغيير. لولاك لما تكون العملية السياسية. نعم. عليك المشاركة كي لا تكون العملية الانتخابية خاسرة. نعم. إذن أنا أشكرك ست أحلام محمد العزي العرجي عن تحالف العربي في كركوك، نتمنى لك التوفيق. أتشرف. وأيضا الأستاذ مسلم البيضاني نشكرك شكرا جزيلا. أنا أشكرك وشكرا قناتكم الموقرة وشكرا لمشاهديكم وشكر لجمهورنا الكريم. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وأيضا أحبة المشاهدين لكم الشكر الجزيل على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله وحفظه.